العمالقة بالرداء الأبيض، هل سيشعرون أو يرفعون الراية البيضاء من أمام كتيبة الكينج؟ إذن ديمتري أو من سيكون؟ نتابع، نبحث معا عن أي حلول. تحدي العمالقة، تحدي الكبرياء الدفاعية، عبد العزيز المشعل ومحمد الخالدي وعلي السلام وصالح العايض وراشد ومحمد ايضا والسلام. سيكون احمد الدبل من ابناء الكينج، وكرة خبراء يا رب، يا الله، هم لا يحتاجون لدقائق ولا يحتاجون خبراني بالقدم اليمنى يا رب. حسب لمصلحة كتيبة أبناء العاصمة بمكان تكمال يا رب. فان باسن، فان متعة، فان ابداع بالركل 10 يجدد 10 محمد السليم. والخطأ المحتسب لمصلحة كتيبة العاصمة، نتابع وننتظر بالقدم اليسرى، هل ستسجل أمامية؟ بلال بخشوين يبحث عن كنترول الكرة الماضية، كرة تطول مرة أخرى بالعجبة في مكان. يا رب يتحكمون بزمام الأمور، العاصمة هم من يتفوقون. كرة يا رب، روبن هود، الروبن يخرج الطفل الشقي الذي بداخله، الروبن هود يرسل السهم ينفش اللي قاعد يصير. هنا الهدف الثالث، وما تنطلق الصافرة نهاية الشوط الأول بتقدم العاصمة بثلاثية مقابل الهدف الوحيد لأبناء الكينج. من هنا إلى أن ألتقيكم في دقائق الشوط الثاني بإذن الله. آخرون بثلاثة أهداف مقابل هدف. شوط المدربين، شوط الثاني، عن ماذا سيثمر؟ عن ماذا سيعوض؟ أبني راشد، الكرة بالجبهة اليسرى، الملا يتدخل، كرة أمامية شلية خطيرة. يسرى، نعم تمريرات متبادلة ما زالت، تمريرات متبادلة الآن، صراع، عنف، قوة، كرة في مكان، متابعة يا رب، أو كرتين أو لمسة، بقشوان يا الله. وفكر لعمر الدبل مرة أخرى، بينيات ما زالت متواصلة، سقوط وخطأ، وهنا باع تنطلق الصافرة تحكم اللقاء، تعلن عن الانتهاء وانتصار أبناء العاصمة بثلاثية مقابل هدف. ألف مبروك لأبناء العاصمة، مثل عرضك للكينج. إذا كنت معكم محدثا ومعلقا لكم عامر بن سيما من شبكة الفارس العالمي. ألف ألف مبروك فريق العاصمة، الجمهور الكريم، نتمنى البقاء في أماكنكم للتتويج. لو سمحتم